وعن شبابه فيما أبلاه، فيما أفناه أو فيما أبلاه، الأولى فيما أفناه والثانية فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. كأن للشباب سؤال يخصه، لماذا؟ لأن رعونة الشباب وقوة الشباب وهي مرحلة بين ضعفين، بين ضعف الطفل وبين ضعف كبير السن، هذه المرحلة خطيرة جدا. عن شبابه، ماذا فعلت في شبابك؟ لو حاولنا أن نلتمس ونزور شاب، ذلك الشاب ما بقي في الإسلام طويلا، ما عاش في الإسلام 20 أو 30 أو 60 عاما، أبدا والله، زمن قصير، لكنه بشر بمناديله في الجنة، لمناديل سعد عندما جاء الحرير وأخذ الصحابة يضعونه على أيديهم ويضعونه على وجوههم ويقولون ما ألينه وما أطيبه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد خير من ذلك في الجنة. وعند موته ما الذي حصل؟ اهتز عرش الرحمن لموت سعد. لماذا؟ لأن سعد ما مضى زمنا طويلا في الإسلام، 6 سنوات، لكن في هذه 6 سنوات ما الذي فعله سعد؟ ما مضى عن إسلامه إلا أقل من ساعة، انظر إلى الزمن، حتى وقف في قومه وقال ما تقولون في، قالوا أنت السيد المطاع، قال كلام نسائكم ورجالكم علي حرام وطعامكم علي حرام حتى تؤمنوا بما آمنت به، فآمنوا جميعا. انظروا إلى السرعة في العمل، هل نجد نحن هذه الفتوة وهذه السرعة؟ أبدا. فآمن الناس، أصبحوا مؤمنين في لحظة. سعد يعني توفي وعمره 36 عاما تقريبا، شاب، بقي في الإسلام 6 سنوات فقط. لذلك الشباب لا بد أن يجالسوا شباب الصحابة ليعرضوا شبابهم على شباب الصحابة ويعرفوا الفارق بينهم. أما إذا أعرضوه على أهل الخنا وأهل الغنى وأهل الطرب وأهل الرياضة وأهل اللهو وأهل المقاهي، فيصبحون ممن يقتلون الوقت وهم والله ما يقتلون إلا أنفسهم. نعم. ويصبح زمنهم الطويل كأنها ساعة لا قيمة لها. فلذلك عن شبابه فيما أبلاه. بعض الناس شبابهم مخدرات وخمر وسرقة وغيبة ونميمة، البعض يجلس سبحان الله 7 ساعات على اللهو وعلى الألعاب التي لا يلعب بها إلا الأطفال صغار السن وهم قد جاوزوا 20 والـ30. ما عرفوا مصعب بن عمير في شبابه، ولا علي بن أبي طالب في شبابه، ولا أسامة بن زيد وهو في 19 أو أقل يقود الجيوش. لذلك قضية الوقت مهمة في حياة المسلم. أنت زمن حقيقة، حياتك زمن، عمرك زمن، أعمالك وعاؤها الزمن، فلا بد أن ننتبه.